رمضان على الأبواب، لكن هذا لم يعد نبأ مفرحا للأطفال الصغار في اليمن اليوم، والذين عادة ما يحرصون على استقباله بالترحيب على طريقتهم ويختبرون قدرتهم على الصيام ثم انتظار لحظة فرحهم بالعيد عند النهاية. على غير عادتهم سيستقبل اليمنيون رمضان. تعز المدينة المحاصرة منذ عام، لا يزال يجد الناس فيها صعوبة بالغة في الحصول على قليل من الخضار والحاجات البسيطة الأساسية، ويقلقهم السؤال كيف سيكون رمضان؟ عدن والحديدة هي الأخرى، حيث يعيش الناس معاناتهم المضاعفة هناك. أقصى ما يتمنونه ساكنوها الحصول على خدمات الكهرباء للتخفيف من حرارة الصيف القاتلة، وليس لمشاهدة حلقة الدراما الرمضانية. نفسها البرامج الساخرة على الفضائيات والمسلسلات التي كان ينتظرها اليمنيون حتى وقت قريب، ربما لم تعد فكرتها مجدية هذا العام، وقد أصبح الواقع اليوم أشبه بمشهد مفتوح لمن يريد الضحك والبكاء في الوقت نفسه. هنا العاطلون عن العمل، النازحون وآلاف الأسر المعدمة، الجميع منكسرون في انتظار معجزة عابرة من خلالها يجدون ما يمكنهم من الاستمرار في الحياة ومرور الشهر الكريم عليهم بأمن وسلام. وهو السؤال الذي يمكن توجيهه للحكومة والسياسيين، ما الذي تقدرون على فعله لهؤلاء الناس بعد كل ما حدث وإنقاذهم؟ قبل هذا لم يكن يعيش اليمنيون في ظل واقع مثالي بامتياز، وما يدفعونه اليوم هو ثمن لخيارهم في البحث عن فرصة لحياة كريمة، ينامون وهم مطمئنون على مستقبل أجيالهم وأرواحهم. في الختام حتما سيتجاوز اليمنيون كل هذا الوجع المتربص بهم، وسيكونون إلى جوار بعضهم خلال رمضان، وسيذهبون من جديد لإحياء السهرات كعادتهم، ولن يتردد القادرون على مساعدة بعضهم والتخفيف عنهم ظروف الحرب وأوجاعها.